هل يجوز التواصل بين الجنسين في حدود الدراسة؟ بس أنا أخشى هذا السؤال ملغم يكون يعني. هو بقطع النظر يعني حديث الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل في هذا الدين مشروع للحاجة، مشروع للحاجة. طيب إذا قلت أنا هذا الكلام، هل يعني هذا أن تكون المرأة في زينتها أو أنها على غير لباسها الشرعي؟ وهل يعني هذا أيضا من طرف الشاب أو من طرف الرجل المباسطة والمزاح؟ لا قطعا. فالحاجة المقصود بها أن مما يمكن أن يكون فيه نفع مما تدعو إليه الحاجة، لكن كلا الطرفين مأموران بغض البصر والاقتصار على قدر الحاجة والتزام الأدب والضوابط الشرعية في اللباس، في جلباب المرأة، في لباسها الشرعي، في غض بصرها، في عدم إلانتها القول، في عدم إبداء زينتها للأجانب من الرجال. الرجل مأمور أيضا بغض بصره ومأمور بألا يسترسل فيما لا فائدة منه ولا حاجة إليه من الكلام، مأمور أيضا بألا يكشف عورته للناس رجالا ونساء. هناك أحكام شرعية تضبط مثل هذا التواصل. المحذور فقط هو أن يبدأ بحاجة مشروعة، دراسة وغير ذلك، لكنه يتوسع يؤلف فيصبح بعد ذلك أو يمسي، في الحقيقة يمسي أمرا عاديا مألوفا، ويبدأ الحديث في غير حاجة إلى أمور شخصية، إلى أمور كذا. والضحايا من الجنسين بالمناسبة، يعني كان هناك وقت ننبه فيه النساء في الغالب الفتيات إلى الحذر من الذئاب البشرية. اليوم أيضا نحذر وننبه أيضا فيه الشباب إلى الحذر من ما أنتوا أكملوا يعني كيف يعني. أنا أقول لكم اطلعت على قضايا سأكشف لكم. يمكن أن تكون الفتاة تتواصل مع شباب بقصد الحصول على هدايا، رصيد، تليفونات، أي عارفين تكملة صح؟ وهو يظن أن هذه وسيلة بعد ذلك نقول يعني نحسن الظن به، فنقول بأنه يطمح إلى أن يخطب هذه المرأة، أن يتقدم للزواج بها، فيتساهل في هذا الأمر، والمسكين ما عنده خبر أنها تتواصل مع ثلاثة أربعة غيره، ويعني ثلاثة تلفونات أربعة تلفونات، والهدايا والعطور والشوكولاتة والحقائب وغير ذلك. يتقدم هذا الشاب ساير والوالد والوالدة الكريمة معاه إلى البيت للخطبة، من أنت؟ مرفوض، صدمة، والهدايا والوقت والسهر والأشعار والأبيات والكلام وما أدري وعنتر بن شداد روح كله خلاص. وصل إلى ارتكاب جرائم قتل، وصل إلى ارتكاب جرائم قتل. ومن الضحية؟ من الضحية؟ لا الفتيات. ومن الضحية الجاني؟ الشاب. ولذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآية الكريمة، الآيات الكريمات. فالمسألة خطيرة، الظن بأن هذا نوع من العبث واللعب واللهو هو مسخطة لله تبارك وتعالى ومجلبة لجرائم عظيمة. وهو لو لم يكن إلا أنه مسخطة لربنا تبارك وتعالى لكان كافيا للكف والامتناع، لكنه مع ذلك كما قلت
مجلبة للكثير من الجرائم والكوارث التي تقع في المجتمعات. لذلك تجدون أن النهي عن إتيان الفاحشة، عن القرب من الفاحشة، يقع بين قتلين، قتل في سورة الإسراء، قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقتل النفس المحرمة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بين قتلين. أنا ما كنت أنتبه إلى هذا المعنى إلى أن اطلعت على هذه الجرائم. طيب ولو لم يكن، المرأة العفيفة هل ترضى لنفسها هذه المنزلة؟ وهل تظن أن أيضا هؤلاء الشباب الذين يتواصلون يمكن أن يريدونها زوجة تكون أما لأولادهم وتكون عرضا لهم، يصونونه ويحمونه وينسون إليه وتنشأ بينهم المودة والرحمة؟ والشاب أيضا، أنت هل ترضى لأختك؟ هل ترضى لقريبتك؟ هل ترضى أن تجرح في عرضك؟ هل ترضى أو أن تكون ألعوبة؟ فالمسألة مسألة لا ينبغي لنا التهاون بها أو الاستخفاف أو أن نعد ذلك، إنما هي مجرد نزوات شباب لا بد أن نقف معها وقفة حاسمة. وهذا لا شك يستدعي مراقبة الله تبارك وتعالى، الباعث الأول والوازع الذي يمكن أن يقي الشباب والفتيات من الوقوع في براثن هذه الفواحش، هو تذكر مراقبة الله تبارك وتعالى. ولعل الحديث الذي ذكرته أنا لكم فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو ضرب المثال بالفتية الذين آمنوا بربهم، غنية وكفاية في تبين المسلك. يعني لا تظنوا أن أولئك الشباب ما كانوا يتعرضون لفتن، لا تظنوا أنهم كانوا بمنأى ومعزل عما يفتنون به كما يفتن غيرهم، وأن نفوسهم كانت طبعت وجبلت على العزوف عن الشهوات وزخارف هذه الحياة الدنيا. لا، هم حملوا أنفسهم على صدق الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولذلك كانت النتيجة وربطنا على قلوبهم. والله عز وجل يجعل هذه قاعدة عامة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تحتاج إلى أن تجاهد نفسك حتى تحظى بالهداية من الله تبارك وتعالى والتثبيت. فإذا هذا هو يعني الجواب على السؤال مع الاستطراد، وأنا أعتذر أني أستطرد لأني أظن أن هذه المسائل رغم أن ظاهرها أنها مسائل فقهية، لكن وراءها ما يستدعي التعليق لتبين أسبابها وكيفية الوقاية منها، والله تعالى أعلم.